النهارده برضه هلجا لاسلوب برضه مختلف شويه مع الاعتبار ان الطرق التقليديه ايه يا جماعه؟ هي الطرق الاسلم والافضل، لكننا هنتدرب برضه بطريقه اخرى نقدر نعمل بيها تزاين من خلال الباترن، من خلال تتبع الباترن في الديزاين. النهارده هنتكلم عن ما يعرف بالاسينكرون واسكون. جيت من اللحظات اللي جيت الان كان كل جوائز الديزاين اللي احنا عملناها مع بعض كانت سينكرونس. كانت سينكرونس يعني ايه دكتور؟ يعني لو كانت الدايره بتاعتي مكونه من كذا مرحله او تحديدا من كذا في فلو، فكنا دوما وابدا كنا بنعمل الكومن بلوك لكل الفلو. يعني كان بيبقى عندنا فلو واحده متصله في كل الفلو في ان واحد، وعليه كانت كل الفري فلو بتغير الستيت بتاعتها في نفس التوقيت. فكنا بنقول ان الدايره دي دايره متزامنه او سينكرونوس. كنا بنقول انها دايره يا جماعه متزامنه. الدايره الغير متزامنه مش معناها ان مفيش كلوك، لا. في برضه كلوك، لكن مراحل المتعدده للدايره مش بتغير الستيت بتاعها في نفس التوقيت. بيحصل مثلا ان الستيت الاولى بتعمل اكزامبل، يعني الستيت الاولى بتعمل بتغير الستيت بتاعها مع الماستر كلوك، الستيت الثانيه او الفليب فلوب الثانيه ممكن تغير في توقيت مغاير ديلي معين، الستيت الثالثه هتغير عن الديلي الاولاني ديلي اضافي اخر. يعني هيبقى عندنا ثلاث ازمنه، زمن تغير الستيت بتاع المرحله الاولى، ثم يتبعه ديلي طيب وتبدا المرحله الثانيه بتغير الستيت، ثم ديلي تايم فوق الديلي تايم الاول. فمن قصدي شباب ترجمي الستيت الثالثه او الفري فلو الثالثه تغير الستيت بتاعها. فاذا هتلاحظ ان مفيش توقيت هنا، مفيش تزامن، هو في زمن لكن مش متزامن مع مراحل المتعدده في السيكونشال سيركت اللي احنا عملناها. فده بنسميه اسينكرونس، ده بنسميه يا جماعه اسينكرونس. الفرق ما بين سينكرونس اسينكرونس هو الليتر اي. هو الليتر اي يا جماعه كي. فكي يعني في المحاضره او في مسائل التقييم او في الفاينل كير من حته. انا كاتب ايه؟ هل كاتب سينكرونس ولا اسينكرونس؟ لان الديزاين هيفرق. في بعض الاحيان برضه في خطا كده لغوي، ساعات بكتب اسينكرونس سيركت. دي مين يا دي ايه؟ معزوله. خد بالك عشان ما حدش يقول ما هي ايه وبعدها سينكرونس يبقى هي اسينكرونس. لا، دي علشان ايه؟ اداه تعريف لمين؟ لكلمه السينكرونس. فمن قصدي يا شباب؟ وصل يا شباب؟ فدي مش معناها دي. اما يبقى الايه منتصقه في السينكرونس يبقى ده المقصود بتاع الغير متزامن. ايه الفكره؟ تعالى بالمثال دوما هيتضح معايا ايش اللي اتفقنا في المحاضره. مثلا يا دكتورنا اعمل لنا اسينكرونس كوانتر 3 بت. اسينكرونس كوانتر ايه؟ 3. اقول لك بمنتهى البساطه تعالى نرسم التايمنج دايجرام للكوانتر ده بشكل ازاي. اذا بنرسم اول حاجه الماستر كلوك بتاعتنا، وقلنا ان احنا هنشتغل على الكلوكات بتاعتنا عشانها بوست بيج. بعد كده بنحاول نعمل الكاونتنج بتاعنا، العداد بتاعنا. طبعا بيبقى العداد الستيل بتاعته الانيشال هي كلها بتبقى كليد، اللي هي العده 0. العده كام؟ 0. فالعداد الاولاني هيعد 0. طبعا هنا كلهم هو يا جماعه، هنا ايه يا جماعه؟ ده العدد كام يا جماعه؟ الانيشال ستيت اللي هي العدد ايه؟ 0. يبقى الاولاني او الفلي فلو نمبر 1 اللي هي كيو 1 تبقى 0 برضه، او كيو 0 كيو 1 برضه انيشال هتبقى 0، كيو 2 انيشال هتبقى 0. طبعا احنا ليه عملنا 3 فلي فلو؟ لان احنا قلنا مع بعض ان احنا عايزين نعمل عدد كام بت؟ 3 بت. وكل وان كل واحده ستيت محتاجه واحده فلي فلو مناظره لها. فيبقى عندنا 3 بت، يبقى عندنا 3 كام يا جماعه؟ 3 فلو. يبقى عندنا 3 فلي فلو. طبعا اول حاله هي الانيشال للكوانتر اللي هو 0 0 مش كده؟ 0 اللي هم الحالات الثلاثه ستيت. اول واحده هتبقى 1، العده 1 يبقى معناها ان الفلي فلو الاولانيه 1، الفليف الثانية ستيل 0، الثالثة
ستيل زيرو اللي هي الكاونت 1 مش كده؟ اللي هي العدد ايه؟ واحدة. يبقى واحد معناها ان الفري فلو الاولانية تبقى سيف والتو فري فلو التانيين هيبقوا ايه يا جماعة؟ ستريسس اللي هو او كلين مش كده؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا العدد ايه؟ طبعا العدد الثانية هتبقى 2 اللي هي تاني هنا كمان يا حبايبي صفر ودي اللي هتبقى بكام يا رجالة؟ 1 ودي برضه ستيل كام يا جماعة؟ 0 وكأنك بتعمل حاجة بيناري بس بالايه؟ بالشارع المنتج أحسنت طبعا أحسنت أشكرك هنا طبعا زي ما قال إن الدائرة بتاعتي هتتغير مع البوستيف إيج فلابد إن إحنا وعشان كده ممكن تنزل الخطوط أشكرك معايا يبقى إذا هنا أول بوستيف إيج هيتغير العدة بتاعتي إلى 1 هنا هتتغير العدة بتاعتي طبعا إلى حالة الريسيت مع البوستيف ايج الثانيه هيبقى عندنا العدد صفر وهتفضل كده لغايه النيجاتيف بوستيف ايج طبعا هنا دي هتبقى حاله ست العداد اللي هو ده يعني هيبقى 1 وهيفضل كده لغايه النيجاتيف ستيت وهنا ستيل برضه هيبقى 0 اللي هو 0 1 2 بيناري فاهمين قصدي شباب طبعا بعد كده العدة الثالثة يبقى إذا مع بوست الإتش اللي هي المناظرة هيبدأ ترجع تاني دي تبقى 1 وهتفضل كده لغاية النكست بوست الإتش وهنا دي برضه ستيل هتبقى 1 لغاية النكست بوست الإتش اللي هي 1 1 دي برضه هتفضل إيه يا شباب؟ 0 اللي هي العدة رقم 3 العدة رقم كام؟ 3 فأي أزمة؟ بعد كده العدد رقم 4 مع البوست الايدج الرابعة هيبقى ده بصفر طبعا احنا هنكمل لوكات علشان احنا عايزين نوصل للعدد 7 يبقى ده هيبقى العدد 4 طبعا دي برضه هتبقى ريسيت ودي بقى هتبدا تبقى 1 اللي هي عدة رقم 4 كذا الحال بقى نكمل يجيب 5 ونقف وانت الفكرة هتبقى واضحة بالنسبة لك العدة رقم 5 يبقى العدة دي 1 دي ستيل 0 ودي ستيل 1 وهكذا المفروض اللي انت هتكمل بقية الديزاين بتاعك او بقية الرسمة بتاعك بالكيفية طبعا انت هتستكمل معايا او هتستكمل في البيت بس عشان ما نضيعش وقتنا هتستكمل العدة اللي انت بتوصل للعدة رقم كام يا جماعة؟ 7 فجيت العدة رقم كام؟ 7 طيب ايه الهدف من ان حضرتك رسمت لنا الدياجرام ده او التايمنج الدياجرام ده يا دكتور؟ هو ده التايمنج الدياجرام الكوانتر صح كمان ما قلت لك يا شباب الكوانتر اما لو انا قلت لك ارسم التايمنج الدياجرام الكوانتر هترسم الستيت بتاعنا والتغير بتاع الفري فلو بتاعنا صح الكلام؟ طيب هتفيدني في ايه يا دكتور؟ تعال نشوف الباترن اللي موجودة في التايمنج دياجرام ده ونستنتج منه معلومات نستنتج منه ايه؟ معلومات أول معلومة تعال نبص في حالة البوست بيج للماستر كلوك اللي هي جماعة للماستر كلوك ايه اللي انت هتلاحظه؟ هتلاحظه ان الفلو فلو نمبر 0 اللي هي هتبقى في الموست ليفت في الموست رايت اللي هي بوزيشن 0 اللي في الموست رايت واخد بالك هتلاحظ ان هي بتغير الستيت بتاعتها وضعية توجل من 0 مع اول فيرست بلوك اول فيرست بلوك الاولى دي اتحولت من 0 الى 1 يعني دي حاله ايه يا شباب؟ توجل مع البوست اي جي طبعا لا تعمم الامر الا بعد اما تتحقق ان الكلام ده متكرر في كل الكروتكات يعني مش تيجي من اول فيرست بلوك تقوم قايل اه خلاص اذا معايا طبعا هنا لو بصينا السكند بوست كيج او السكند بلوك هتلاحظ ان حالة الست اتحولت الى حالة ريسيت يعني برضه هنا وضعية ايه يا جماعة؟ توجل وضعية ايه برضه يا جماعة؟ توجل بعد كده في الثيرد بلوك او الثيرد بوست ايج هتلاحظ برضه ان هي اتحولت من حالة الريسيت الى حالة الست وتحولت برضه او دي وضعية ايه يا شباب؟ وضعية توجل في الفورث بلوك هتلاحظ هنا انا كنت في وضعيه
ست اتحولت لوضعية ايه شباب؟ ريست يعني برضو ستيل في وضعية التوجل. وصل يا رجالة ولا لسه؟ اظن كده القناعة وضحت. وهنا كذا الحال اتحولت من حالة الريست الى حالة الست مع الفيرست كلوك. وهكذا في الكلوك الستة والكلوك يا جماعة السبعة. في اي ازمة يا شباب؟ طيب ودي معناها ايه يا دكتور؟ بمنتهى البساطة نظرا ان هي حالة توجل مستمرة مش توجل ونو تشينج، ده هي حالة ايه يا جماعة؟ توجل على طول. بنقوم اي كاتبين جنبها دي الفلوس بوك كيو نوت وضعيتها ايه؟ توجل with respect to طبعا WRT with respect to positive age of the master clock. positive age of the master clock. هذا مقابل الكل. وعليه بمنتهى البساطة ممكن اعمل الآتي. يبقى الديزاين بتاعي يبقى ازاي يا دكتورنا العزيز؟ هيبقى الديزاين بتاعنا ادى الفليب فلوب الأولانية هي الفليب فلوب كيو نوت، ادى الماستر كلوك اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، ادى الماستر كلوك وضعية اللي عندي هي وضعية توجل يعني الجي زيرو والكي زيرو. طبعا ليه سميتها زيرو يا دكتور؟ لان ده الليفت موست الرايت موست فليب فلوب اللي هو في البوزيشن كده يا جماعه زيرو. الاثنين هيساووا بعض وفي وضعيه توجل يعني هنا ده الهاي ليفت الهاي ليفت. وده طبعا هنا الكوانتر بتاعنا ده اللي هي الكيو نوت اللي هي هتطلع على 7 سيجمنت، العجب ده اللي هتطلع على 7 سيجمنت. معايا شباب فاهميني افضل؟ طب ما ده اصبح ديزاين. يبقى انا عرفت وضعيه الفليب فلوب الاولانيه هتبقى شكلها ازاي، صح كده ولا غلطان؟ صح تمام. طيب يا ترى هل الكلوك في الاسنكرونوس كان في الفليب فلوب الثانيه هل متزامنه مع البوست ايج؟ تعال نشوف. تعال ايه؟ نشوف. طبعا هنا كانت دي وضعيه الانيشال ستيت. كنت في وضعيه ايه يا جماعه؟ ريسيت. طب مع البوست ايج ستيل ريسيت. طيب مع البوست بالايدج الثانيه اتحولت من الست للايه؟ الست. الله طالما ما فيش توافق هنا وهنا يبقى بالضروره مش ايه؟ مش مقدرش اعمم اقول ان هو مرتبطه بهذه الماستر كلوك. ما اقدرش ايه؟ اقول ان الفليب فلوب الثانيه مرتبطه بالماستر كلوك، صح الكلام؟ ناكد ثاني. هنا انا كنت في وضعيه ايه؟ الست. وضعيه ايه يا شباب؟ الست. مع البوست الايدج غيرت؟ لا. طيب مع البوست الايدج غيرت؟ الله. طب انت ما غيرتش ليه هنا طالما كنت تقدر تغير هنا؟ طب نكمل كده مع السيت بوست الايدج. انا غيرت؟ لا ما غيرتش. يبقى اذا الفليب فلوب نمبر 1 مش ريليتد او ما بتغيرش الستيت بتاعتها وفقا للتقلبات البوست الايدج الخاصه بالماستر كلوك. صح الكلام؟ اخترنا رجاله؟ طيب. طيب ما لا يتغير مع مين؟ تعال نشوف علاقتها بالمرحله اللي قبلها. علاقتها بايه؟ بالمرحله اللي قبلها. لو بصينا هنا في البوست ايج للمرحله الاولى مفيش طايف للمرحله اللي قبلها. الاوت اوف فورم بتاعتي. بينما هنا النيجاتيف ايج للاوت اوف فورم بالمرحله السابقه للفليب فلوب دي حصل ان حصلت حولت من حاله الريسيت الى حاله الست اللي هي وضعيه برضه ايه شباب؟ التوب. بس مع مين؟ مع الايد للاوتبوت اوف فورم لمين؟ للمرحله اللي هي كيو نوت اللي هي بالنسبه لي هي السابقه للكيو ايه يا جماعه؟ واحد. طيب مع البوست ايج ما حصلش تغير، البوست ايج الخاص بالابوت اوف فورم باكل. طيب في النيجاتيف ايج للابوت اوف فورم اللي هنا حصل تغير ولا ما حصلش تغير؟ حصل تغير، اتحولت من مين؟ من حاله الست الى حاله الريست. طبعا لو انا كنت استكملت التايمنج دايجرام كان هيطلع لحضرتك ان برضه هيحصل عمليه تغير مع النيجاتيف ايج، يعني هنا لو بصينا في البوست ايج ليه هنا
ما حصلش ضرايب، بس تيجي الاوتو فور يوان يلو ما حصلش ضرايب. لكن هنا مع النيجاتيف ايدي المفروض كانت هتبقى عدى 6 او عدى كام 6، هتبقى دي 0 ودي 1 ودي 1، يعني هتغير ولا مش هتغير؟ هتغير، يعني هتحول من الست من الريسيت الى حاله 9. وصل يا شباب ولا مش فاهمين؟ يعني المفروض ان دي هتبدا تعد 6، يعني دي هتبقى 1، دي ستيل هتبقى ايه يا جماعه؟ 1، دي العدة 6 صح كده يا حبايبي؟ ودي هتنزل لايه حاله ايه يا جماعه؟ الريسيت اللي هي 0 صح كده يا حبايبي ولا مش معايا؟ فهنا لو بصينا في على النيجاتيف اتش اللي هي دي هيحصل ان هي برضه التحول من حاله الريسيت الى حاله الايه يا جماعه؟ الست اللي هي حاله. يبقى اذا هنا اتضح لنا من الدياجرام بتاعنا ده او من الباترن بتاع التغيرات في الريسيت ان الفليف لوب الثانيه اللي هي كيو 1 مرتبطه بالاوت كيو نوب بتاعت الفليف لوب الاولانيه، واخد بالك؟ بس مع النيجاتيف ايدج بتاعها، مع النيجاتيف ايه؟ ايدج بتاعها. يعني هنا ده المفروض اللي هي كيو نوت كومبلمنت، لانك انت عندك هنا كيو نوت وكيو نوت كومبلمنت في الفري فلوب بتاعتك، عندك المنفي والايه؟ والمثبت. يعني اعمل ايه يا دكتور؟ يعني لو عبينا نعمل صياغه للفري فلوب دي هنقول ان هي في وضعيه توجل with respect to ماليش علاقه بمين دلوقتي يا شباب؟ الماستر كروب. بقت علاقتي بالاوت والفورم بتاع الكيو نوت with respect to negative each of كيو نوت اوت والفورم. يعني دي ما زالت توجل يا دكتور؟ ايوه ما زالت توجل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اذا لو انا حبيت لو عندي كيو 1 دي كيو 1 كومبلمنت ودي هتبقى ايه يا شباب؟ جي 1 ودي كيو 1. اذا وضعيه التوجل تعني ان كل من الجي 1 يساوي كيو 1 بيساوي ايه يا جماعه؟ ها؟ هاي هاي ليفل اللي انت كنت بتسميه اوصله مين يا شباب؟ بالبيس تي او باللوجيك 1 اللي هو 5 فولت تي تي ال الكترونيك ديفايس. طيب بس هنا الكلوك ماستر ما لهاش علاقه بالماستر كلوك يا دكتور. يعني اذا الماستر كلوك هي بتعمل تغير، طب بتغير الستيت بتاع الاولانيه. طيب مش دي تعتبر هي الاوت اوف فورم، تعتبر هي بالنسبه لي الكلوك؟ هتعتبر ان دي برضه كلوك، بس بيبقى بشكل الكلوك الثاني بس ايه؟ بفيتشرز مختلفه. يبقى اذا الكلوك الخاصه نيجاتيف ايدج يا دكتور. خليك فاهم مش حافظ. مش معناها ان الفري فلو اللي انا هستعملها نيجاتيف ايدج فري فلو انا ما خدتش الكيو نوت علشان ادخلها على النيجاتيف، انا واخد الكيو نوت كومبلمنت. انا واخد الكيو نوت ايه يا جماعه؟ كومبلمنت. يعني لما تبقى دي 1 تبقى دي 0، فمن قصدي طبعا معايا. يبقى اذا هنا هذا الاوتبوت الاولاني بتاعنا الكيو نوت، وده الاوتبوت الثاني اللي هو هيروح على السيرفيس سيجمنت. او اذا كنت انت شغال على الليد، طبعا ما اظنش ان حد فيكم شغال بالليد على الديسبلاي، يبقى دي اللي هتوصله بالانوب بتاع الليد، لكن طبعا احنا كلنا شغالين على الايه؟ على السيفن سيجمنت. يبقى اذا الكيو نوت والكيو 1 خلصنا من الفري فلوب الثاني. طبعا لو تلاحظ ان انا مش ماشي بالطريقه التقليديه اللي احنا عملنا فيها الايه يا جماعه؟ ديزاين. معايا؟ من خلال الباترن ازاي انا انمي قدرتي على ان انا استقرا الباترن بتاعي اللي هي بيتحرك بيها السيكونشال سيركتس بتاعتي. يبقى هنا اول حاجه اكتشفناها من الباترن وجبنا منه ديزاين. جبنا منه ايه يا جماعه؟ طيب بالمثل. طب يا ترى هل دي بتغير مع دي او مع دي او مع دي؟ لازم تفتكر نيجاتيف اتش. فبصينا هنا دي مع نبدا مع الماستر كلوك، جايز تبقى مع الماستر ما تلغيش، ما تقولش بما ان المرحله الاولانيه اذا المرحله الثانيه.
الكلام ده ممكن نوصله بعد تعميم التجربه. هرجع مش معاك. طيب هنا اجي ابص هنا مع البوست كلوك كنت 0 بقت 0 مع البوست كلوك 0 بقت 0 مع البوست كلوك 0 بقت 0 مع البوست كلوك 0 بقت 1 بس برضه مع البوست كلوك 0 بقت 0 معنى لها اشاره لكن اول ما ليها اختلفت ما بقتش اشاره. طب نظر شباب يبقى مع الفيرست بوست كلوك حالت نوت تشينج مع السكند بوست كلوك حالت نوت تشينج مع الثالث بوست كلوك حالت نوت تشينج لكن مع الفورس كلوك النوت تشينج بقى ست يعني حالت نوت لا يبقى ما فيش ارتباط ما بين مين الفلي فلوب رقم 2 بين ماستر كلوك اوكي طب ما جايز الدكتور مع علاقه الاوت فور اللي هي كيو نوت مع كيو نوت مع البوست ايدج نوت تشينج مع البوست ايدج نوت تشينج مع البوستيف ايج نوت تشينج اوكي مع بقى النيجاتيف ايج مع النيجاتيف ايج نوت تشينج الله مع البوستيف ايج والنيجاتيف ايج الاثنين نوت تشينج يبقى واحد مش ايه مش مرتبطه بالاوت اوف فور كونيجاتيف ايج طب انت بقى قول لي بقى نيجاتيف ايج مع كيو 1 نيجاتيف ايج مع كيو 1 مع النيجاتيف ايج كيو 1 تعالى تست طبعا دي بوستيف ايج ما حصلش بقى مع النيجاتيف ايدج للكيو 1 0 بقى طبعا لو انت استكملت الباترن بتاعتك حبيب قلبي هتلاقي النيجاتيف ايدج ال1 0 هتبقى 1 او ال1 هتبقى ايه 0 اوكي يا جماعه فعشان كده انا بطلب من حضرتك بس لطفا استكمل التايمنج ديجرام في الكراسه بتاعتك تمام يا شباب وعليه اقدر هنا اعمل نفس الكلمه اللي هنا بس مع تغيير بسيط الا وهو هنقول ايه يا شباب ها توكن طبعا هنا ده كيو 1 از توجل يبقى هنا هنقول يا جماعه كيو 2 از يلا بقى يقولون يا شباب از توجل وذ ريسبكت تو برضه ايه يا شباب نيجاتيف ايج اوف ايه يا جماعه كيو 1 اوتبوت ويف وعليه عمومية أن الكوانتر سواء كان سنكرونوس أو أنسنكرونوس هو إما في وضعية نوت تشينج أو وضعية توجل ما زالت معممة في الأسنكرونوس كوانتر الاستثناء في الكلوكينج الاستثناء في الإيه؟ عملية الكلوكينج يبقى عندنا الليست سيجنيفيكانت فيت اللي هي طبعا بنعتبرها اللي هي الموست رايت الفلو بتبقى مرتبطه بالماستر كلوك فقط يبقى هي التايمر الخمس خمسات بتاع الثلاث خمسات بتاعك اللي انت بتضبط بيه عمليه التايمنج بتاعتك هو اللي هتنزل بيه في الفلو اللي هي الموست رايت اللي هي في نو فمن هذا الشيء بقى وبنسمى بقى هيبقى دي الفلو فلو رقم 2 اللي هي الاول فورم بتاعها كيو 2 ولها اول فورم ثانيه اسمها كام يا جماعه؟ كيو 2 كومبلمنت عشان لو حابين نزود عندنا هنا الكلوك بتاعتي هتاخد من مين يا جماعه؟ من كيو 1 كومبلمنت من كيو 1 كومبلمنت وايه هي في وضعيه توجل؟ اوكي ما عنديش ازمه يبقى اذا جي 2 كي 2 ريزولفر وهنا هنحط اللوجيك 1 او الليفل لوجيك 1 اللي هو الخمسه فولت طبعا الحالي طبعا لو تلاحظ هنا انا ما عملتش بقى لا استيبل ولا عملت استديجرام ولا عملت كارنوف ولا هو فقط من خلال تفقد واستقراء الاوت اوف فورم بتاع الديزاين بتاعك. وصل ولا مش وصل؟ معايا؟ طبعا هنا بعض الامور لازم تستكمل، هنا طبعا عندنا الكلير لازم تستكمل الكلام ده. طبعا هنا متصله مع الكلير طبعا. وهنا الكلير طبعا ده اللي هي الكلير سيجنال ليه انت فكرت فيها؟ علشان لما نيجي بقى نتكلم في
في مرادفات الكوانتر. لما اجي اقول لك بقى مديول 5 كوانتر السنكرونوس كوانتر، خد بالك اللفظ الايه علشان لما تيجي دي حاجه ودي ايه حاجه، واخد بالك؟ اقول لك بي سي دي السنكرونوس كوانتر، يبقى الكليد هيلعب ايه دور. شرحنا الكلمه دي في المره اللي فاتت وعملناها كانت في المثال اللي كان فيه دي في اللي حاضر. طبعا هنا ده اللي هو الثري بيت. طبعا هنا برضه الدكتور انت ليه ناسي البريسيت؟ اقول لك تمام، حط البريسيت اعمل له سيتنج. ده البريسيت فاهمين يا شباب؟ ده البريسيت. ويبقى ده 3 بت السنكرونوس سون. ساعات بيسموه ريبل كوانتر، ساعات بيسموه يا جماعه ريبل كوانتر. يعني ليه؟ لان دي هتغير الاستيت مع ديلي اللي هو لما يطلع الاوت بتاعها. فاهمين قصدي يا شباب؟ شايفين هنا ديلي على ما الاوت ده يطلع يبدا يفعل الفري فلوب الثانيه ده بعد ديلي معين اللي هو الديلي اللي هو بتاع مين؟ الفري فلوب ده. يبدا ده يغير الاستيت بتاعه وبعدين برضه ده هياخد ديلي مختلف مش كده؟ هنا عدد من الديلي دي دي 1 هنا دي دي 2. فاهمين قصدي يا شباب؟ الاثنين دول متجمعوا على بعض عشان دي تبدا بايه؟ تغير الاستيت بتاعها. عشان كده هيبقى اذا هتلاحظ ان في شيفت، يعني ده دي مش هتبقى بالظبط كده بس عشان الرسمه التوضيحيه بقى غيرها، لكن دي هتبقى بعد ديلي. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني دي هتعمل هنا الديلي هيبقى هنا، يبقى معناها ان في ليفل، يعني دي هتبقى كده. فاهمين قصدي؟ واللي بعدها هتبقى بديلي يبقى كده، يبقى كده في ايه؟ تفوق في الكروت. فاهمين قصدي؟ معنى كلمه ريفل اللي هو الايه؟ التفوق. السبب بتاعه اللي هو الديلي بتاعت الفليب فلوبس. الديلي بتاع الايه يا جماعه؟ الفليب فلوبس. وعليه ساعات بيسموه ريبل كوانتر. طبعا انا بكتب اللفظين ليه؟ عشان انت لو تصادف بتقرا من مرجع اخر بيستعمل اللفظ ريبل هو نفس المعنى، نفس الايه يا جماعه؟ المعنى. في اي استفسار في الحته دي يا شباب؟ طيب. وعليه هنا بقى لو حبينا نعمل الجيم اللي احنا عملناها، طبعا ما عدتش جيم لانها خلاص فهمناها. الا وهو ماذا له؟ انا طالب دوبك بيقدم من كام لكام يا حبايبي؟ من كام؟ انا قلت لك مديول 5. يعني ايه مديول 5 يا شباب؟ مديول 5 يبقى قد كام يا عبد الله؟ كام بس عبد الله؟ صفر كام؟ لخمسه كده؟ صفر كام؟ لخمسه. يبقى لو انا اخترت اثنين في الفلوب مش هيعدهم لان هيعدني صفر كام؟ لثلاثه. صفر كام؟ لثلاثه. فلازم برضه يبقوا كام؟ 3 فلوب كام؟ طب 3 فلوب بدون تكير هيعد الجيت كام؟ 7. انا عايز ما عنديش الايه؟ دي 7. هنعمل ايه يا شباب؟ بدون تكير ففي طبعا اللي بتدي اللي انا عملناه. ايوه يبقى ساعتها النهاند جيت مش هتبقى هنا طبعا ده كلي سجن. لو عدلت على الرسمه دي هتلخبطهم ولا انتوا فاهمين؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى الكلام ده من غير النهاند هيبقى ايه يا جماعه؟ 3 بيت ريبل كوان او 3 بت اسنكرونوس كوان. بيعد من كام لكام يا رجاله؟ نسمع صوتك. من صفر لكام؟ 7. من صفر لكام؟ 7. افرض اللي انا قلت لك ديزاين مديوله 5، مديوله ايه يا جماعه؟ 5 اسنكرونوس كوان. يبقى هيبقى محتاجين 3 فلوب. يبقى اذا هنا احتاج ان الناند جيت دي هي اللي اعجز بيها اللي هي يا جماعه الكوانتر بتاع او الكليف بتاع السنكرونوس كليف اللي هي بتاعت الفلوب. هنا انا عندي باترن اللي هي هتبقى كيو نوت كيو 1 كيو 2 اللي هي العدد رقم كام يا حبايبي؟ 5. السؤال اللي بيطرح انت عايز العدد 5 تظهر كامله ولا عايزها تظهر وتختفي بعد فتره اقل من مرحله الكلوك بتاعتي؟ انت بتجاوب على نفسك. فاهمين قصدي يا شباب؟ عايزها تظهر كامله تسكي هتعمل الباتر بتاعك على كام؟ على 6. عايزها تظهر وخاصه ان هي المشين بتاعتك هتحس بيها يبقى مش عشان ما يحصلش مشكله في الكاونتنج. فاهمين قصدي يا شباب؟
يبقى هتعمل البدر بتاعك على كام؟ على 5. طبعا واحد ان انت اما زي ما قلنا مازن كان بيتكلم اما ان انت ممكن تعتبرها طول جيت انبوتس. اضلاحظ ان البدر بتاعنا اللي هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لا يمكن يتفق معهم ان الكيو نوت والكيو 2 لا يمكن الاثنين يكون بكام يا جماعة؟ هو حي. صح كلام حبايبي؟ يعني هنا كان كل ده صواب مرة يبقى واحد مرة بسين مرة واحد. لكن العدة الوحيدة اللي فيها كيو 1 والكيو نوت والكيو 2 بسواز هي عدد رقم كام يا جماعة؟ 5. فإذا أنا ممكن أعمل فيها الكيو بتاعتي. فطبعا اللي يبقى واحد ممكن يعملها كده يقول إن هنا هتبقى دي كيو نوت كيو 1. كيو نوت كيو يا جماعة؟ كيو نوت كيو 2. إذا طول ما العداد دي هيبقى خارج ده 1 يعني أنا أبطلت تفعيل الكلير خارج ده 1 خارج ده 1 خارج ده 1 الخارج الوحيد اللي هيبقى 0 هو العدة كام يا جماعة؟ 5. العدة رقم كام؟ 5 اللي هيحصل فيها الست الكوانتم بتاعي الاكتشن ستيت بتاعته هي 0. وصل يا شباب؟ البعض مثلا لو يعني مش هيبقى يعني لماح قوي فهو يقول لك ان العدة 5 يقول لك فيه نوت وهستعمل الناد الثلاثة انبوتس فاهمين قصدي؟ ويحط فيه نوت فيه واي كومبلمنت فيه 2 طبعا مش شطارة منك. مفهوم يا حبايبي ولا لسه؟ هنا في التعديل ده ما اصبحش جري بيت اسينكرونس كونت. هنا يتوجب عليا ان انا اغير هنا التايتل ده. اصبح ايه يا شباب؟ مديول فايل اسينكرونس كونت. اصبح مديول فايل اسينكرونس كونتر يعني المفترض فيه ان يعد من 0 ل7 لا مش هيعد من 0 ل7 بالاسلوب ده هيعد من 0 و1 و2 و3 و4 والفتره الزمنيه طويله هيعد فيها رقم كام يا جماعه؟ 5. هيعد فيها رقم كام؟ 5. طيب كذا الحال لو انا يعني خلاص الفيلم بتاعنا ده اتفهم. طب ماذا يا دكتورنا العزيز لو انت عايز تعمل بي سي دي كونتر؟ ها شباب يلا فرق هتعمل 4 وبعدين والكلير هيبقى عند 9 ايه؟ والكلير هيبقى عند 9 والكلير يبقى عند 9 او 10 على حسب العدد طبعا يفضل انت تعملها عند 9 او يعني عايز تشوفه بقى على 7 سيجمنت كترين يبقى هتعملها الترين بتاعك على كام؟ على 10. طبعا كل اللي هنعمله ده يعني هنا طبعا مش عايز اضيع وقت فانا هقسمها على نفس الدايره واعدل التايم. هزود هنا لو عايز يبقى بي سي دي اسينكرونوس كوانتر قلنا ايه يا شباب؟ بي سي دي اسينكرونوس كوانتر يبقى انا محتاج زي ما محمد رزق قال محتاج عندي هنا بلوك رابعه تطبيق بلوك رابعه اللي هي بقى خارجاها هنا يو 3 طبعا ده يو 3 كومبلمنت ده الكلوك طبعا هنا في جي 3 يو 3 طبعا هنا ما زال طبعا ما زال بقى تمشي بالسيكونس انا مش عايز اسيب الكلام ده عشان خلاص استقرت ذهنك ما زال هنا ان الكليك البلوك بتاعتي هتبقى جايه لي من المرحله اللي قبلها البلوك بتاعتي من المرحله اللي قبلها يعني من مرحله الكيو 2 مرحله ايه يا جماعه؟ الكيو 2 طبعا وانا هنا برضه ما زلت في حاله توجل الاربعه في البلوك دول في حاله توجل يعني هنا اللوجيك 1 اللي هي 5 فولت اللي احنا كنا بنتكلم عنها طبعا ده التشكيل بتاعي هيبقى هنا لكن لو على الوضع ده بس الوضع ده بس يبقى هنا مش هيعد بي سي دي هيعد
فور بت اسينكرونس كوانتم. يبقى العنوان هيبقى اسمه ايه يا جماعه؟ فور بت اسينكرونس كوانتم. بت يبقى بيعادل من 0 لكام؟ ل 15. بيعادل من كام يا جماعه؟ من 0 لكام؟ ل 15. في اي ارقام كده يا رجاله؟ طيب يا دكتور انت ما طلبتش فور بت اسينكرونس كوانتم، انت طلبت ايه؟ بي سي دي. يبقى عادل من 0 لكام؟ ل 9. يبقى هنعمل البدل بتاعتنا، هنستكمل السبعه الثمانيه. طبعا ده كده الثمانية التسعة. طبعا هنا بقى عندي كيو نوت كيو 1 كيو 2 كيو 3. لو طلعت انا ما زلت بربط معاك مفهوم الباترن، حتى وانا بحاول اشوف الكلير هتبقى ازاي، بحاول ابص للباترن. اصلا يا شباب الفكره اللي انا عايز اطمن في ذهنك، طبعا هنا ايه اللي هتلخصه هنا يا شباب؟ هتلاقي برضه ان كيو نوت بس المره دي كيو كام يا جماعه؟ كيو 3 لا يمكن ان يتفق الا في الحاله دي ان الاثنين يكونوا كام يا جماعه؟ واحد. وعليه ساعتها انا ممكن استبدل الناند جيت بتاعت هنا برضه، هنا اقول كيو نوت واقول هنا كيو كام يا جماعه؟ كيو 3. وده اللي هي الكبير تيرمينال بتاعتي، فاصبحش ده اسمه مديول 5 اسينكرونس كوانتم، اصبح ايه سبب؟ بي سي دي اسينكرونس كوانتم. لو انت محتاج تعمله بس يظهر على سيجن سيجمنت، ما انصحكش تعمل كلير عند التسعه. ليه؟ لان هذه اللحظه فتره ظهور التسعه تبقى يعني سريعه للغايه، فربما لو الطائر بتاعك كمان يعني سريع من الاكل ما تشوفش العدة 9. يبقى هتعمل البدل بتاعك عند العدة كام يا جماعه؟ 10. العدة 10 يبقى النموذج بتاعنا هنختلف في ايه يا شباب؟ ان الوحيد البدل بتاعنا اللي يبقى فيه كيو 3 مع كيو 1. يعني هنا لو انت عايز، من قصدي يا شباب ولا الفكره مش واضحه؟ يبقى هنا هتستبدل الكيو نوت ايه يا جماعه؟ كيو 1. هنا الدايره هتحس ان هي بتعدي من 0 ل 10. الدايره هتحس ان هي بتسير ايه؟ 10. لكن انت كيوزر هتشوف من 0 لكام؟ ل 9. فمن قصدي يا شباب؟ فاذا كانت دايره كنترول سيركت، يعني الدوائر هي اللي بتكلم بعضها، هتعملها من 0 لكام؟ ل 9 اللي هي دي. وصل يا شباب اللي انا عايز اقوله؟ لان الدوائر عارفه ارقى منك في الاحساس بالتغير في السيجنال. انت عينيك وضغطها ما بتميزش كل الفريمات. بس لو لاحظت ان دي عباره عن افضل. دي عباره عن ايه يا جماعه؟ افضل. طيب ماذا لو هو عايز تعمله داون كارد؟ خد بالك كل الاعدادات اللي انا شرحها لك، سواء كان البي سي دي اسينكرونس كوانتر، كان 4 بت اسينكرونس كوانتر، سواء كان ديول 5 اسينكرونس كوانتر، كان اب كوانتر. يعني اب كوانتر يعني ايه يا شباب؟ يعني بدات من ايه؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اندين 0 اب كوانتر. افرض ان انا عايزه يعد بي سي دي بس داون كوانتر. بي سي دي بس ايه يا جماعه؟ داون كوانتر. يعني ايه داون كوانتر؟ يبقى الانيشال ستيت مش 0. الانيشال ستيت تبقى كام؟ 9 او 7 او 6. فمن قصدي يا شباب؟ على حسب انت عايز تعمل او حتى لو هي الانيشال ستيت صفر بس مش دي الانيشال، المفروض تبقى بعد الصفر مش واحد، بعد الصفر تبقى كام؟ 9. فمن قصدي يا جماعه 9 8 7 ها وهكذا. طيب نعملها ازاي؟ تعالى نعمل الكلام ده، بس هتلاقي هو نفس النمط. ما خلاص ما بقتش بقى جديد، بعد ما عملنا دي ما بقتش جديد، ما بقتش بيج واو. بس تعالى برضه عشان ما نبقاش دماغنا رايحه في اتجاه واحد، لو انا عايزها تبقى الداون كاونتر، تعالى برضه المثال يتضح. المقال مقدار 3 بت وعايز اعظم، خلاص يبقى هي بت زياده، يبقى فليب فلوب ايه؟ زياده. اول حاجه عندنا 3 فليب فلوب، لان احنا هنتكلم من 0 ل 7، بس الداون كاونتر ايه يا جماعه؟ داون كاونتر. يبقى اذا هنا اول ستيت بتاعنا هتبقى 0، على اساس ان هي المعادله بتاعنا لو ان هي تبقى 0 انيشال يعني. أول عدة بعد الصفر
هنغير مع البوست بيج هتبقى كام حبايبي؟ 7 كده حبايبي؟ احنا هنعد ايه؟ 7 0 بعد كده هيبقى السيف ده يبقى بعديه 7 6 فمين قصدي يبقى اذا هنا هيبقى 7 طبعا هنا العدة 7 المفترض ان هي تستمر لغايه فين يا جماعه؟ البوست بيج بتاعنا الاولانيه بعد العدة 7 المفروض هتبقى ايه يا شباب؟ 6 صح يا شباب؟ يبقى هنا هتبقى دي 0 ودي 1 ودي اخر بوست بيج طبعا دي هتبقى وايت ستيل 1 دي هتبقى برضه ستيل 1 بعد كده المفروض هتبقى 5 5 يبقى اذا دي هتبقى 1 دي هتبقى 0 طبعا هنا دي هتبقى ستيل 1 دي ستيل 1 بعد كده المفروض ان هتبقى العده بعد 5 هتبقى 4 يعني دي هيبقى 6 بعد كده دي برضه ستيل 0 ودي هتفضل برضه 1 فاهمين قصدي يا شباب؟ بعد كده العده هتبقى كام؟ 3 مش كده برضه؟ تبقى عدد 3 هتبقى ليك 1 دي تغير الى 1 تنزل لزيرو وده اللي هيبقى صفر صفر انزل تحت يا دكتور سوري المفترض ان احنا لو عندنا محتاجين كمان 4 كروكات يبقى العدد اللي بعد كده هتبقى 2 يبقى دي هتفضل 0 ودي هتفضل 1 ودي ستيل هتبقى 0 بعد كده لما عادية هتبقى العدد 1 يعني ده هيبقى 1 ده هيبقى 0 بس 0 في اخر كلوك ده هيبقى العدد النهائيه هتبقى ايه يا جماعه؟ 0 0 0 0 لا والله انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه غير ان انا عملت التايمنج دايجرام للداون كونت. الداون ايه يا جماعه؟ الكونت. طبعا هحط هنا ما بين قوسين هاف كونت. ماشي يا طيب هنا الاختلاف ان انا عملت هنا اب كونتر هنا بعمله داون كونتر يبقى العدد 7 ثم العدد 6 ثم 5 4 3 2 1 0 انزلت 7 تاني مش كده برضه يا شباب؟ اللي هي اللي احنا عملناها دي اللي هي حته الانيشال اللي احنا كتبناها ده وهتبقى انزل ريبيت انزل ايه يا جماعه؟ في اي ازمه كده يا شباب؟ عظيم جدا وتعالى نفحص يلا يا شباب قول لي رايك افحص كده ورد عليا طبعا احنا فهمنا بقى القضيه هنا اول فري فلو بيلوت توجل مع الماستر كده توجل مين بيتكلم بس عشان ركز مع الفاضل محمود توجل مع ماستر مع الماستر كونت توجل مع الماستر كونت نشوف محمود صح ولا لا محمود صح ولا لا مع البوست ايه مع البوست اتش هنا الزيرو بقت 1 مع النيجاتيف اتش ما حصلش حاجه مع البوست اتش ال1 بقت 0 مع البوست اتش اللي بعدها الزيرو بقت 1 هنا 1 بقت 0 and so on. اي اختلاف يا شباب؟ عليه نكتب الكومنتس بتاعته. يوم جاي محمود يجي جنب الدياجرام بتاعه ويقول كيو نوت توجل with respect to positive each positive each of master clock. شكرا يا محمود يلا حد من البنات كده تتفاعل معايا حد من البنات يلا اتفضلي يا حبيبتي اها
هنا كنا بنقول ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. احسنت اسمك، احسنت يا ايمان. احسنتي ايمان، اختنا ايمان بتقول لنا يا دكتور ده برضه توجل بس المره دي مش مع الماستر كلوك، مع مين يا جماعه؟ مع الكونستيتيف. طبعا مش محتاج ان انا اعمل بقى ريليشنز ما بين دي واللي قبلها، انت فهمت الدنيا هنا. فتعالى نعلي السرعه شويه. طب تعالى نشوف مع الكونستيتيف ايجي هنا، هنشوف ايمان بيتكلم صح ولا لها رؤيه مختلفه. دي حالات البوست بيتش للكلوك الاولانيه، للكلوك الاولانيه كيونو. هنبص هنلاقي ان دي فعلا مع البوست بيتش للابر وفوق الكلونوت حصل حاله توجل. مع السكند بوست بيتش للفلي فلوب دي حصل حاله توجل. مع البوست بيتش دي حصل حاله توجل. عن سؤال هنا حصل حاله توجل. يبقى اذا تصور ايمان صحيح في الرؤيه بتاعتها، يبقى ساعتها نكتب التصور اللي قالته ايمان. يبقى نقول هنا ان q1 is توجل او ان توجل اوبريشن، وتبقى في اللفظ الانجليزي اللي انت عايز تعمله او الصياغه اللي انت عايزها with respect to positive each of q1 أو يوم متأسف أو مكفر. تمام يا إيمان اذكرك. ها يا رجالة يلا اتفضل يا محمود. هتبقى برضه بوستيف إيتش مع الكيو واحد. مع الكيو واحد. طبعا هنا نفس الرؤية. يبقى هنا الكيو واحد اللي هي دي حصل حالة تغير. الكيو واحد اللي هي دي حصل حالة تغير. طبعا ما ظهرش تاني الا بقى بنبص في الناحيه الثانيه، فاهمين قصدي شو؟ فطبعا برضه احسنت يا محمود. كيو 2 ان توجل ستيت او ان توجل اوبريشن ويز ريسبكت تو بوست بيج او كيو 1 او كيو 2. خلاص اصبح الديزاين بقى جاهز. الديزاين بقى ايه يا جماعه؟ بقى جاهز. ليه بقى جاهز يا دكتور؟ لان خلاص هترجم اللفظين اللي انا عملناهم هم. يبقى انا عندي كام فري فلوب يا شباب؟ ثلاثه. هذا فري فلوب كيو نوت. اللي هي كيو نوت وفيها ده كيو نوت كومبلمنت. وهذا الماستر كلوك بتاعتي دي هي الماستر كلوك. طبعا الفليب فلوب دي في وضعيه توجل ودي في وضعيه توجل ودي في وضعيه توجل. يبقى اذا جي 1 او جي نوت بيساوي كيو نوت. بيساوي 1. طب نزل شباب. تاني فليب فلوب اللي هي كيو 1 برضه في وضعية توجل. بس المرة دي مع الأوت فور فور للكيو نوت اللي هو ده معايا. يبقى بدل ما اخد كيو نوت هاخد من هنا يا شباب. هاخد انا فيدباك من هنا واجازي بيه الكلوك بتاعتي. منين؟ من الكيو نوت مش من الكيو نوت كومبلمنت زي ما عملناها هنا زي ما ايمان قال. هنا الفليب فلوب الثالثه اللي هنا هنا هتبقى عندنا كيو 2 الكلوك بتاعتنا وفقا للرؤيه دي هناخدها من مين يا شباب؟ ها؟ الاوت فورم بتاع مين؟ كيو 1 اللي هي دي. وبرضه ما زالت فيها في وضعيه توجل. يعني عندنا جي 1 هيساوي جي كي 1 هيساوي اللوجيك 1 بتاعنا
جي 2 بقى جي 2 لو جي 2 اسف ويبقى ده اصبح 3 ستيت او 3 بيت اسينكرونوس داون كوندر بس برضو علشان الناس ما تبقى دقيقه لابد ان احنا نعمل كليب ترمال ليه؟ علشان لو احتاجنا نعمل مليون وفايف بي سي دي فاهمين قصدي الشباب؟ نفس النغمه اللي احنا عملناها هنا هندخل ناند جيت اند سو اون اصل يا شباب طبعا وهي هي اللي هي كليب ترمال وطبعا هنا هنسميه بقى 3 بت داون اسينكرونوس كون كلمه ايه يا شباب هنا داون كون طبعا انسون بقى ماشيها بقى بنفس الفلسفه لو انت عايز تعمل 4 بت اسينكرونوس كون يبقى كل اللي هيحصل يا شباب ان انت هتزود ايه؟ المرحله الرابعه وتاخد تجديد الكلوك من مين؟ والمرحله الثانيه الثالثه وتعمل برضه وضعيه توجل اند سو اون. عايز تقلب الكلام ده بقى لبي سي دي تبقى تعمل ناند جيت توصلها بالكيو 1 والكيو 3 وتوصلهم على الايه؟ على الكلير اند سو اون. طبعا ما تنساش هنا برضه حاله يا جماعه بريست فاهمين يا شباب؟ بريست تعمله بي سي دي. اعملها ولا انت ما فهمتهاش؟ وعليه انا كده رديت على الديزاين بتاع اخونا والديزاين بتاع محمد ونبدا نشوف نرجع للتاسك بتاعنا ومن ثم اسمع نرجع للتاسك بتاعنا الا وهو عايزين نعمل اب داون كونتر اب داون ايه يا جماعه؟ كونتر اب داون كونتر انا هبدا من اللي ده عند محمد امشي القضيه قضيه ايه؟ كيو نوت او كيو نوت ايه؟ كومبلمنت يبقى كل اللي انا هعمله كده لو انا عايز اعمل 2 بت طب ليه انت عملت 2 بت ما اللي هيعمل 2 هيعمل 3 عشان كمان نحول المساله دي الى مساله التي والاكس بتاعت الايه السنكرونس يبقى اذا هنا هيبقى عندنا 2 بت كاونتر اب داون كاونتر يبقى اذا اتفقنا مع بعض ان هنا هيبقى الاثنين بت اللي هي الكيو نوت والكيو نوت والميت اهو وهنا الجي نوت والكيو نوت ما اختلفناش كلنا ان الاولانيه دايما يا جماعه توجل مع الماستر كلوك يعني سواء كانت دي كانت الاولانيه توجل مع الماستر كلوك او دي كانت الاولانيه توجل مع الماستر كلوك فالفليف لو الاولانيه اللي هي ليست سيجنفكت بيت هي ما زالت توجل مع الماستر كلوك فاي ازمه يا شباب بعد كده هنا دي طبعا اول عدة اللي هتروح على الكيو نوت على 7 7 الفريم فلو الثانيه هتبقى برضه في وضعيه توجل يبقى دي هتبقى الهاي سيجنال اللي هي بي سي سي يعني لكن القضية هنا هتبقى في الكلوكاية بتاعت دي فكل اللي هيحصل ان انا هدخل الكلوكاية ديت على اكس اور ودي طبعا هنا العدة بتاعتنا اللي هتطلع دي بي 1 يبقى هنا هاخد الكيو نوت اللي هي دي فيدباك وانا مش عايز اكلكع الرسمه بقى خدها كده السلكه دي اجيبها هنا واقوم مدخلها هنا في قصدي شباب ولا استنى اهي ودخلها مع ده الكيو نوت ودخلها هنا مع هاي ليفل 1 او لو هاي ليفل 1 معايا طبعا هنا او زيرو فهنسميها دي اكس
لو اكس بيساوي زيرو معناها تطلع ايه يا جماعه كيو نوت هنا ايه يا جماعه داون كونت ايه داون كونت لو اكس بيساوي 1 هتطلع ايه كيو نوت كومبلمنت هيبقى ايه يا جماعه اب كونت فاهمين يا شباب طبعا كل اللي هيحصل ان انت بقى لو عايز تعمل ده تو بيت اب داون كونت اسينكرونس كونت لو عايز تعمل الكلام ده يبقى هنا ايه ثري بيت يبقى هتعمل ايه هنا مرحله ثالثه مع برضو ايه اكس اور بس هتاخد مين يا جماعه كيو 1 مع اعملها ولا لا خلاص خلاص يا جماعه اربعه لو عايز تعمل ده بي سي دي اب داون كونت لو ده كان اللي ايه يا جماعه البي سي دي اب اب كونت داون كونت اللي انا هعمل ايه احط هنا ايه اكس اور احط هنا ايه اكس اور احط هنا ايه اكس اور معايا وادخله مع فاريبل ايه اكس مع فاريبل ايه اكس وصلت كده يا شباب يبقى اذا على حسب كلمه الاكس هتحدد وده التاسك بقى اللي هتعمله وده بنقول ديزاين سينكرونوس سيركت او سينكرونوس سيكوينشال سيركت ويز تو جي بي فليب فلوب فاكرين النص ده؟ اي اند بي فاكرين؟ اي اند بي اند تو انبوتس اي اند اكس فاكرين المساله دي؟ اي اند اكس اف اي از ايكوال زيرو ذا سيركت ريمين ان ذا سيم ستيت regardless of the value of x so when e is equal 1 and x is equal 0 the circuit goes through the state transition from 0 to 1 and so on فمن هذا الشكرين السؤال ده شباب اعمل ايه دلوقتي عايز احول الكلام ده او ديزاين ده وعندنا دخلنا الاكس عايزين ندخل الاي يلا اتفضل استخدم اند مع الهاي اند مع الهاي طيب انت فكرتني بنفسي من ثلاث سنوات فقط كنت بفكر زي كده كنت بقوم مدخل هنا اند مع الهاي مع الاي فجي طالب لطيف اتفضل انت طالب بقوم طالب وطالبه لطفاء قال لي وانت جايب اندي جديد ايه اندي ايه اللي غريب انت جايب لي اندي اللي هي طب ما هاخد لي الاي على مين ايوه صح على طول الاي دي هتبقى يا صفر ايه تبقى صفر يبقى نوت تشينج واحد يبقى توج خلصت للان يبقى اذا ذكرتوني بافكار جميله وناس جمال يبقى هنا كل اللي انا هعمله احط هنا اي If e is equal to zero, regardless of the value of x. فاكرين الجمل بقى الجميلة اللي احنا قلناها في النص؟ فاكرين الرجالة؟ If e is equal to zero, regardless of the value of x. طبعا دي هتبقى دي بتساوي كام يا جماعة؟ صفار لهنا وصفار لهنا يعني حالة نو تشينج للفليب فلوب دي، فاهمين قصدي يا شباب؟ فمش هيغير الستيت حتى لو x بصفر او x بتساوي 1 مش فارقة معانا. وصل ولا مش وصل في السؤال؟ If e is equal 1 هيبقى عندك كلمة x هي المحورية. e is equal 1 يعني لو وضعت الـ في حالة توجل يبقى الـ x لو بيساوي صفر هتبقى ايه؟ داون كونتر لو x بيساوي 1 هتبقى ايه يا جماعة؟ اب كونتر. وصل كده يا شباب ولا مش وصل؟ اتفضل يا حبايبي كده اطمن عليكم. كده فهمتم يا شباب؟ يبقى احنا كده شفنا مع بعض في البوزيشنز دومين ازاي اعمل ديزاين لسينكرونوس كونتر او اسينكرونوس كونتر من خلال الباترن من خلال ايه يا جماعه؟ وصلت كده يا شباب؟ فهترسم الدايجرام هتكتب الديشنز بتاعتك على التايم دايجرام هترسم الدايرتين صح يا بنوتا وتعمل ايه الديزاين بتاعك طبعا اللي هيمشي بقى في السكه الثانيه ربنا يعينه يا رب خلاص وبعد كده حط شوف انا عايز ايه يعني وارد لو شئت لو انت مش واعد ان انا اجيب قلتش ان انا اجيب لكن وارد لو شئت اجيبها اسينكرونوس ان شئت اجيبها اسينكرونوس يعني اهو او الاثنين مع بعض انت متضرب هنا متضرب هنا وارد ان انا اقلبها في سي دي اب داون كوانت فاهمين قصدي يا جماعه ويز اي واكس لحظه يا شباب فاهمين قصدي يا شباب وصل يا رجاله ولا مش عايز اسمع صوت وصل يا رجاله اطمن عليك كده خلصنا الكوانت